من اكتر الرسائل اللي جاتلي صلاة الاستخارة. ايوه بتبقى ازاي؟ وهل هي فعلا بتجيب نتيجة ولا لا؟ بصي، صلاة الاستخارة طبعا من اللي هي بتدينا قرارات مصيرية. ايه رأيك؟ كلنا بنعملها فعلا بقرار قرارات مصيرية، يعني حاجة احنا مش عارفين نعمل فيها ايه. مش ضروري بس يعني الأغلبية يقول الجواز نعملها في الجواز، لا، لا، في شراء كل مشروع حاجة. بيشتري أي حاجة حاجة غالية أنت وخايف. مقبل عليها وعايز تعرف دنيتك ايه اللي هيحصل فيها وتعملها، تقدم عليها او لا، اعمل صلاة استخارة. اعمل صلاة استخارة دي بقى انا بكلمكم ان هي عن تجربة شخصية. طب في ناس متعرفش ازاي؟ هي بتصلي ركعتين بدون فريضة، يعني ما يكونش وقت فرائض، وبتبتدي ان انت تقول الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فأنت تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، وتسمي بقى الأمر اللي أنت ايا كان أيا كان الموضوع الأمر اللي هو اللي أنت داخل بتستخير فيه عليه، ربنا. في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره لي وقدره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي فاصرفني عنه واصرفه عني وأرد لي الخير حيث كان ثم راضيني به. ده الدعاء اللي احنا نقوله. طبعا مش معاكي اكتبيه في ورقة هنكتبه ودعيه، وننزله على الصفحة. فاهماني ازاي؟ وحتى اللي هو بيقوله يعني مش ينفع ضروري تقرا يحفظه. منه. ينفع ان هي تقراه. بصي، أي دعاء قبل ما نحفظه نفهمه. لو فهمت الدعاء مش هتحفظه، لو فهمته هتحفظه، يعني افهم الكلام لا، الدعاء. مش هيبقى حفظ حفظ، هيطلع كده من قلبك على ما طول. انت الحفظ من غير فهم هننسى. لا، افهم الدعاء وافهم كل حاجه فيه بتقول لك ايه، هتلاقي ان الدعاء خلاص اوكي انت حفظته. ومره على مره هتلاقي نفسك ان الاستخاره دي بقت حاجه جزء من حياتك. أساسية في كل قرارات حياتك. كل اي قرار يعني في حياتك تاخده بيبقى عن طريق الاستخاره. طيب انا هقول لك حاجه غريبه قوي، يعني عايزه اعرف المشاهدين ان مش دايما ممكن صلاه الاستخاره تجي لنا رؤيه. هي الاغلب بتجي لنا رؤيه، بس مش دايما تيجي رؤيه. بس هتلاقي الامر اللي انت ماشي فيه كده تيسر، الدنيا مشيت. من عند ربنا. لو انا مثلا مسافر هتلاقي الدنيا مشيت، لو انا زواج هتلاقي الدنيا اتيسرت والزواج وهل هيتم. فعلا لما بيجي الحلم فيه بشرة حلوة بتبقى فعلا ده علامة طبعا. ان طبعا. الحاجة دي روح طب انا عليها هقول واقبل لك عليها وانت طب انا مطمن؟ هقول لك دي بقى عن تجربه شخصيه ليا انا. ربنا رزقني بولدين، ربنا يخليهم لك يا رب، وتسلمي لي، ما شاء ونفسي الله. قوي في بنوته قوي. طول عمري يعني كان نفسي قوي ان انا انجب بنوته، والكل يقول لي انت لا 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 انت لا ولاد. اقول لهم طب البنوته حنينه وحبيبه مامتها، طب يا ربي طب اعمل ايه؟ طب اعمل ايه؟ فعملت استخاره. يعني قبل ما افكر ان انا، يعني انا زي اي حد بيعمل تنظيم اسره، فقبل ما افكر ان انا انجب قلت ايه، اعمل صلاه استخاره. طب قولي لي عملتي ايه بقى؟ صليتي صلاه الاستخاره قبل ما تاخدي القرار ان انت تجيبي طفل تاني؟ عملت. ما هو بصي الموضوع صعب عليا. طب انا نفسي في بنوته، طب لو ما جاتش بنوته طب انا اعمل ايه يعني؟ وطبعا يعني الولاد حلوين والبنات حلوين، بس طبعا احنا بس انا نفسينا. شخصيا عمري ما تمنيت بنوته، انا على طول بتمنى ولد يجي لي ولد، عندي ولدين. في بيتمنى البنات وفي بيتمنى الولاد وفي انا بيتمنى بحب الولاد، الولاد جدا، فربنا ما ففي يحرمش ستات حد بتموت في البنات. من البنات والولاد، يا يدينا من رب يدي كله كل واحد اللي يا هو رب عاوزه يا يا رب. رب. فعملت استخارة وبقيت أسأل ربنا: يا رب هتديني البنوتة اللي نفسي فيها ولا لا؟ أنا عايزة نفسي في بنوتة. نمت في قولي لي نفس طلع لك اليوم علامات ايه؟ لقيت جالي رؤية معايا شنطتين كبار زي شنط السفر كده، وأنا قاعدة أنقي في شنط السفر أطلع الملابس، فخدت فستان موف، فستان بيبي. بيبي موف، الله الله، ده كده بالظبط، يعني فاخدته ده جاي بقى عليك انتي وقمت بالظبط. من النوم فرحانه فرحه، يعني كاني عملت سونار. انا ما كنتش لسه ده خلاص اساسا كأنك ولدتي.
كأنك جبت البنوتة. كأني جبت خلاص، في البنوتة. علامة ايه اكتر من كده؟ فاهميني ازاي؟ فطبعا ايه، انا قلت ايه، انا خلاص ربنا ان شاء الله باذن الله هيديني البنوتة، انا جات لي البشرة بقى. الكل يقول لي انت يعني مين اللي قالك؟ انت انت ازاي؟ مين انت اللي قالك مش لسه حامل ما كنتش اصلا؟ انت مين اللي حلو قالك؟ جدا قلت لهم لا انا ده عملت الفكرة استخارة. نفسها، فكرة ربنا ناجحة يعني. ربنا اداني رسالة ان انا هجيب بنوتة. ربنا بيراضي الناس كلها. فسبحان الله يعني ربنا رزقني وحصل الحمل ورحت عملت اشعه فور، دي اول مره اعملها في حياتي، علشان انا متيقنه بان في رساله جات لي، مؤمنة وان انا برسالة ربنا، رساله ان في ربنا. بنوتة في وقال لي الموضوع. بنوته بقى، كل يقول لي سبحان الله الله الله، سبحان. لا انت قصة حلوة عرفتيها من قبل بصراحة. اساسا يعني؟ ما سميتيها ايه؟ لورا. الله، ربنا يخليها لك يا رب تسلمي ويفرحك لي يا بيها حبيبه وتبقى قلبي دايما بشرة خير كده زي ما جات لك بشرة في الحلم. والله. عارفه مجنني يعني، كل ما اكلمها تقول لي انت مش كنت نفسك في لا بنوته؟ لا انا لا، انت جات لك. سمعت القصة دي اكيد. لا ايوه ده ده انت مش هتاخدي منها غير بقى بعد كده، انت عملتي مجهود. فدي حاجه انا عايزه اقولها لهم، يعني الاستخاره مهمه جدا جدا في حياتنا، مش بتتعمل على حاجه معينه، لان الاغلبيه يقول لك الزواج. لا 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 لا، اي حاجه في حياتك انت محتار فيها ومش عارف تاخد فيها قرار، اسال ربنا.